السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو وسام من قناة بي اس ومعاي محمد اولمبوس. رجعنا رجعنا المهم رجعنا بحلقة رجعنا بحلقة جديدة وفيديو جديد. طبعا يا اخوان اليوم الحمد لله انا وصلت السعودية بعد غيابة سنة ونص. الحمد لله السلام. الله يسلمك حبيبي. ما كني سلمت عليك. اوكي انا حاب اسوي ردة فعل بخويي خالد اللي سنة ونص لي ما شفته، ابي اشوف وش راح يصير. يب من اخر مره طلعت من الايام شهر 2 الماضي سنه ونص. والله زباني الغالي الزبده. انا كلمت خالد يا عيال وقلت له على اساس اني لسه بكره بسافر وبعد بكره اوصل، فخالد ما يدري اني انا موجود. معليش خالد، سوري فور ذات، لكن نبي نسوي فيه رده يعني كذا، ابي اسوي فيه مقلب وابي اشوف رده فعله، مو بس هو، بسوي مع العيال الثانيين كلهم وبشوف ردة فعلهم مع بعض. فقبل ما ندخل لا تنسى تجيب لك شغلة نقنق عليها وتعطيني اللايك، وكل عام وانت بخير، والبس سماعاتك وادخل معي الجو يا مدير. يلا خلينا امسك. تبي تمسك جوالك هنا ولا تبي تقعد قدام المكيف؟ ما ادري. طيب خذ يدي يعني. طيب لانك ما سكرت. ايش انا ندخل ديسكورد؟ حلو، انت ادخل ديسكورد وانا بدخل ديسكورد، بدق عليك وبدق على خالد. تمام، بجمعكم في مكالمة. بعدين بقول لك حمود وينك، تقول لي وين؟ عند المسيلة. لا دول عند المسيلة. عند المسيلة بتجيب العيد بنفسك. ليه؟ ما بيجي يقول لك يلا بمرك يا حمود ترجع للمسيلة هناك. بالمناسبة انك بعيد، تعال قرب. ما بينا يقول لك انا بجيك يلا عند المسيلة تروح هناك. لا 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 ما بروح. انا الفكرة اقول له بقول انا عند المسيلة. حلو، عند عزيز المسيلة. لا جيب هني على اساس انا بجيب حمود كذا، يعني حمود بكلمه واتساب عشان يدخل ديسكورد. سبحان الله سبحان الله. بتسالني وينك، بكلم معك بالجوال، بقول كان بيت عزوز صير ايش عندك فاطر عندهم، بقول خلاص تعال عندي، تعال تعال روحوا بيتي يا عيال بالله طلبتكم. لا تجيبوا اسلوب ابي مساعده يا جماعه. ليش ايش في ابوي؟ والله في اغراض تشيلهم معاه. حلو، اذا انتم قريبين قول له خلاص. هو خالد بيقول اوكي خلاص انا شوي باجي. فبقول لك برضه انا لاحقك، يعني قلت له بقول لك دام بيتك بيت مسافر قريب خلاص باجي ماشي سريع. اوكي، فاذا قال خالد امرك بقول له لا ما يحتاج، بين في الطريق. واذا لزم عليك؟ لا لا قول له المصيلط بيوصلني. لا لا بقول له خلاص بخلي عزيز يوصلني. تمام كذا تمام. اوكي اسمع، انا راح اكلمك الحين على الواتساب. بس هتكلم انك مستعجل. طيب اسمع، بكلمه ديسكورد، بدق عليه ديسكورد اول شيء وبرجع لك انا. ها على شوف اذا في الديسكورد ولا لا. ايش شوف اذا في الديسكورد ولا لا؟ اصلا انا ما بدخل ديسكورد. المفروض انه في الديسكورد. انا في الديسكورد موجود انا؟ لا انت لا. كويس خلاص يلا روح. يلا ها روح. كاميرون كاميرون ألين تسافة. تمام والله حبيت أقول إيش سلامات طلبتكم شيء مهم مرة. الوالد خالد جاي مرات ثقيلة مرة، فمحتاج اثنين يساعدون عشان يشي. تمام حط الأغراض بالسيارة، قفل على السيارة وطلع فوق. تمام؟ على أساس أنا أنتم يعني كلمني، كلمتني أمي قالت لي إما أشوف العيال اللي بديهم خالد وحمود وكذا. فحمود وينك أنت؟ أنا في عند المصير. بس قريب قريب. إيه خلاص خمس دقايق كلهم. خلاص ايش رايك خالد؟ يمديك انا اهرب الحين؟ اي اي الحين الحين. يلا خمس دقايق كلهم هناك. خمس دقايق كلهم عند المسيلة.
اسمع خالد، انتوا حمود تكون الجرس، انا على اساس اوسخ من كده مفيش. ممكن تيجي عرفت عشان ينزل معاكم. يلا اوكي يا عيال خالص صدق، يا عيال خالص صدق الزبده. يلا 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 قبل ما يجي، ها قبل ما يجي. طبعا يا اخوان صارت تصلي هذه. يلا طبعا يا اخوان احنا مستعجلين لان خالد قريب من بيتي، عرفت شلون؟ شيل الكاميرا خلاص، جيب الكاميرا. خالد قريب من بيتي، شيل الكاميرا بس، شيل الكاميرا. لا 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 تعال سوي لها ستار. انا اقول لك ايه، يمكن ما تشوفوني عدل بس خالد الحين قريب من البيت، اسمع حرف الباب وقاعد وراي، فنبي نحطها في مكان على اساس ايش؟ ان نصيد له، عرفت؟ نبي نشوف ردة فعله. ها عمو تعال تعال بسرعه. يلا الزبده يا عيال، نبي نشوف ردة فعل خالد بعد شوي لما يشوفني. ها ان شاء الله ان شاء الله كذا ردة فعل قويه مره. ولو على الصلاة الحين ما أدري شلون بتجي، لكن إن شاء الله خير. طيب أنا بحط الكاميرا هنا. لا هيكون خالد ذا أبو حميد، ما أدري يمكن خالد ذا شفتاه أنا. متأكد؟ شوف لي إذا خالد جاء، شوف لي إذا خالد جاء. أبي أضبط، متصور من هنا. أي أبي أضبط الكاميرا إنه دخل يعني. أي طيب تمام كذا يا عيال، هذا باب البيت تمام عشان لما يجي خالد. إيه أبو حميد أنت ضبط الأمور من عندك، أنا بزبن. ها بزبن، أسمع أشغل مايك الجوال وتاخذه معاك تقد، ولا تسجل من عندك؟ لا ما اسجل. طيب اسمع افتح كاميرا الفيديو، الفيديو كاميرا فيديو وشغله وامشي. ما بيصور زين صوت ما بيطلع. طب خلاص روح روح ما عليك، تربط ان شاء الله. ادق عليك. اسمع لا 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 تدق علي، بس علي صوتك وانت تسولف. ها روح لقدام ما بيشوف الكاميرا، روح لقدام روح. يلا انا بس. ها شباب طبعا ما ادري انا اذا بيضبط الموضوع ولا لا، ما ادري كيف الصوت، لكن ان شاء الله نعدل الصوت. الزبده ننتظر خالد الحين انا وحمود عشان نلبس المقطع الزبده. معليش يا خالد لكن انا حبيت اسوي لك اياها كذا مفاجاه. ما طق الباب شبيك. السلام عليكم. تستاهل يا خالد. يا هلا هلا يا هادي. هلا 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 والله. كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. حبينا نسوي لك ايش شغله؟ والله قاعد اقول ما ادري لا دقيت ترى صار حاضر. ايش رايك؟ تدري صح؟ كيف اني انا هنا موجود؟ والله ما صدقت. انا ما شكيت اني انا هنا موجود. لا لا لا. انت على اساس انك فتن سيارات من جد مشت علي؟ وانا جايك الحين بساعد باغا، عرفت؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه. وش شعورك يا خالد؟ من زمان كم خلنا سنة؟ سنة ونص. سنة ونص صح؟ سنة ونص ما شفتك. شو الأخبار؟ ثلاثين ملك يا عيال. والله طيبين.
سؤال يا خالد، سؤال سريع. خلينا نشوف شكلنا عدل. ما سنة ونص، سنة ونص قاطع لا تجي ولا شيء، بس ترى الله بعد والله محلوة. كل مرة أقول لك بجي بجي لا فلوس ولا شيء. يعني عارف عارف إنك أنت اللي تسحب مو. والله أحاول قاعد أجمع. ترى ما حد ما حد يدري. والله ما حد يدري. العيال قالوا لهم هذا قال لهم ما يجي. دخلت قبلهم. يمك والله ما انا بس يا والله لو بنص الجيب بطلع زين. معليش خالد، اول شيء ثاني شيء بصراحه حاولت. احلى مفاجاه والله حبيبي. الله يسعدك. نزل ان شاء الله سنه ونص. بزعجك انا انت ولي بيت دورا. سنه ونص. سنه اي سنه ونص. سنه وعليها سنه ونص وعليها. هذه اول رده فعل بشوف عزوز والعيال الثانيين ان شاء الله كذا جايين بردات الفعل، بنشوف وش بيسوي. خالد انا استغربت، انا قلت خالد بطقني بس الحمد لله انه ما طقني. والله ما توقع. الحمد لله انه ما طقني. انا واعد. خلاص واعد اكفي. قلت لك والله بس اشوفك اصطح. الزبده يا عيال، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. كان معاكم عمرو وسام من قناه بيس، ومعاي ابو خليدي بعد قلبي. والله ما يحتاج. حمود ورا الكاميرا. وحمود من ورا الكاميرا. ولا معرقين كلنا الزبدة خلاص يا بيس.